صغيرة كانت من عضوة من الجمعية وكان عندها ببغي واحد 6 أشهر. بعدين حنا جسدناها على أرض الواقع، كنا نسقنا مع الجمعيات وذلك من أجل خلق ليسبخي أسوسياتيف حتى نتعرفوا ونتقربوا من الجمعيات الأخرى. بس الخيمة اللي راكو تشوفوا فيها هنا هي خيمة كانت لمت أبوبخي ميل ميليتيديو، هما أحرار جاو من مناطق عدة. طبعا ما تقدري تحليها طبيعة الحال، مصطلحات في الجغرافيا انك تفهمي كيما النمو الديموغرافي ميزان. كان مكان يتلموا فيه المترشحين باش واحد ما يقعدش برا، كاين بلاصه وين يتلموا فيها وين يريفيزي وين يقعدوا يريحوا، خاطر كاين اللي يجي من بعيد من قريب، ما يكون قريب ما يقدرش باش يعاود يدي بلاصي يروح للدار وين يقعدوا ويفطروا يريحوا روحهم. المبادرة لا تنسى بتاتا، عطات لهم حافز، عطات لهم كي شغل دعم يعني باش يخدموا ويروحوا الامتحان نتاعهم، يعني يمتحنوا بنفسية هادئة. شوفوا